جايين جاهزين لاي فريق كان. الاربع فرق اللي وصلت للربع النهائي فرق قويه وفرق منافسه، ولو ما كانت فرق قويه كان ما وصلت لربع النهائي. الحمد لله احنا وصلنا متصدرين مجموعه، والحمد لله رب العالمين راح يتجدد لقائنا مع اشقائنا نادي الاهلي اخواننا واحبابنا بمصر، يعني شيء بيشرفنا. النادي الاهلي زي ما بتعرف زعيم افريقيا، يعني هو نادي كبير، والفيصلي مش اقل من النادي الاهلي، الفيصلي زعيم بالاردن وزعيم باسيا. فان شاء الله تكون مواجهه اخويه وديه حبيه وتطلع بصوره تليق بشكل العرب عامه ان شاء الله. في البدايه انا بشكر جمهورنا، جمهور الزعيم، جمهور الاردن كامل، زحفوا لمصر بالاضافه للمتواجدين مصر من طلاب هون. يعني لابد من وجود جماهير في هاي المباراه، مباراه على ارض الاهلي تقام، وتكرار المواجهة زي ما حكيت لك. يعني أكيد بالتأكيد كل العرب راح يكونوا متابعين للمواجهة هاي، خاصة بعد المباراة الافتتاحية. أنظار العرب راح تتجه لهاي المواجهة، وإن شاء الله نتمنى حضور جماهيري يعكس مدى المحبة والأخوة بين الأشقاء العرب.